في الاصحاح السادس ابتدى يكلمهم بقى ان الدينونة دهيت وتسلمهم للسبي وللخراب، مش لان ربنا ظلمهم، لا لانهم مستحقين كده. طب اسباب الحكم، زي القاضي لما بيحكم ويصدر الحكم بيحط اسباب للحكم، فحط الاسباب دي، بس كل سبب بيحط قبليه كلمة ويل، ويلات، الويلات لانكم مستحقين. ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، نقباء اول الامم يأتي اليهم بيت اسرائيل. ده هنا بقى ماسك المملكة الشمالية والايه والجنوبية، الناس اللي مستريحين، حطوا تحت كلمة المستريحين دي خط. عارفين المستريحين اللي هم مين؟ مين اللي مستريحين؟ اللي مش عايزين يجاهدوا، اللي مش عايزين يتعبوا، اللي مش عايزين يضغطوا على نفسيهم، اللي عايزين يناموا على السرير باستمرار ويرفهوا الجسد ويريحوا الجسد. بقرات بشان اللي هي السمين الطخينة اللي عمالة تاكل وتشرب وعايشة في ترفيه، لكن مش عايزة تاخد حياتها الروحية بجدية. ويل للمستريحين سواء في صهيون او في السامرة، في كل مكان. عشان كده رب بطرس الرسول يقول اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية، اسف بولس، اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. موضوع الجسد والروح ده من اخطر المواضيع اللي احنا بنتخن فيها كتير جدا. واحد مثلا عايز يشتري جوهرة جميلة جدا، لما بيروح يشتري الجوهرة وشاف جوهرة واعجب بيها قوي، يقوم الراجل الجوهرجي بيديها له كده في ايده، بيديها له في ايده، بيعمل له ايه؟ بيحطها له في علبة، وعلى حسب ما تكون الجوهرة غالية قوي بتبقى شياكة العلبة علبة من قطيفة وكده. تخيل واحد راح اشترى جوهرة وقعد يبص على العلبة وساب الجوهرة، ركز كل اهتمامه على العلبة وشكلها ونسي انه يفحص الجوهرة كويس، ده تقولوا عليه ايه؟ تخيلوا ده اللي احنا بنعمله. الروح هي الجوهرة الثمينة والجسد هو العلبة القطيفة اللي هتحفظ الجوهرة. فنقوم احنا نركز على الجسد وعلى العلبة وننسى ان احنا نفحص الجوهرة. كل اهتمامنا منصب على العلبة، لكن مفيش تركيز على الجوهرة ابدا. كلنا بنخدع في هذا النقطة، عايزين نستريح، عايزين نربي هذا الجسد. فزي ما بيقول في مرة انكم ربيتم هذا الجسد ولكن ربيتوه ليوم الايه؟ الذبح، عشان يتذبح. فهم عايشين مطمئنين ومستريحين، فيقول الامن اللي عندكم والامان اللي انتوا حاسين بيه والراحة اللي انتوا حاسين بيها دي راحة باطلة كاذبة مش حقيقية، لان القضاء والحكم والدينونة هتبتدي من بيت اسرائيل، من بيت ربنا، قبل ما هيدين الامم التانية هيدين شعبه اولا. اعبروا الى كلنا، كلنا اللي هي بغداد حاليا، وانظروا واذهبوا من هناك، روحوا شوفوا ايه حالها، من هناك الى حماه، حماه اللي هي حلب في سوريا العظيمة، ثم انزلوا الى جت الفلسطينيين. جت دي قلنا القطب الخامس بتاع الفلسطينيين، كانت الثلاث مناطق دي خربت ودمرت نهائي. قال لهم روحوا اتفرجوا عليها عشان تعرفوا ان الكلام جد. اهي افضل من هذه الممالك؟ او تخمهم اوسع من تخمكم؟ الممالك اللي ضاعت دهيت والاقطاب اللي ضاعت دهيت، عشان كده قلت لكم ان جت ما ذكرتش في اول اصحاح. هل لانهم كانوا اكبر منكم ما قدروش يحافظوا على نفسهم؟ بالعكس، ده كانوا اصغر منكم، لكن دول ضاعوا نتيجة الايه؟ نتيجة الخطية. عشان كده بصوا وخدوا الدرس استفيدوا منه. انتم الذين تبعدون يوم البلية وتقربون مقعد الظلم. الآية دي لطيفة قوي، حطوا تحتها خط. تبعدون يوم البلية،
عمالين تبعدوا يوم البلية، لكن بتبعدوه منين؟ من فكركم، ما بتبعدوش حقيقي. يعني احنا كلنا عارفين ان في يوم للدينونة جاي، فاحنا بنحاول نزقه بعيد عنا، ما تفكرش فيه دلوقتي، تنساه. هتهرب منه فين؟ ده جاي جاي. ده تنسيك ليه بيخليه مجيئه حتمي اكتر عليك. مين فينا بيفكر في يوم الدينونة وفي موقفه؟ احنا بنحاول نتناسى هذا الموقف، او ما نفكرش فيه عشان ما نتعبش، او عشان ما نخافش، وعشان ما نبطلش الحاجات الغلط اللي احنا عايشين فيها. لكن سامحوني، دي غباوة مش شطارة. انك تتناسى يوم الدينونة او انك تحاول تهرب منه، هتروح منه فين؟ ده انت كده بالعكس بتزود حتميته اكتر عليك. ما تقدرش هتبعد عن يوم الدينونة. يوم الدينونة جاي جاي، لكن ايه موقفك فيه؟ ده المهم. انا رأي قصة لطيفة، يقول ان كان في ضبعة بتهدد قرية، فصاحب بيت خايف على الغنم اللي عنده، الحاجات اللي عنده، خايف ان الضبعة تيجي تاكل حاجة منهم. فراح عمل ايه؟ يوم كل يوم يجيب طبق لحمة ويحطه على باب البيت عشان الضبعة تيجي تاكل اللحمة وتمشي، ما تهجمش على الحاجات اللي عنده. وافتكر كده ان هو ممكن يبعد الضبعة، لكن غباؤه بالعكس، ده الضبع هتجيله ايه؟ كل يوم. ده اللي احنا بنعمله، بنحاول ان احنا نهرب من الدينونة بان احنا ننساها وان احنا نتجاهلها. طب هتيجي هتيجي، لكن هو الموقف الصح اللي احنا لازم نعمله ان احنا نتبرر بشخص المسيح، ان احنا نكون علاقة ثابتة بيننا وبين ربنا. عشان كده يوم الدينونة ده مش هيبقى مخيف بالنسبة لي، مش هيبقى مرعب، لاني واثق في محبته، واثق في رحمته، واثق في مجيئه، واثق في معونته، واثق في ابوته. ده في عشرة بيني وبينه. عشان كده يوم الدينونة بالنسبة لي ولا حاجة، بالعكس هيبقى اشتياق، امين تعالى ايها الرب يسوع. انتم الذين تبعدون يوم البلية، لكن عمره ما هيبعد، بالعكس ده انتم بتخلوه حتمي عليكم اكتر، وتقربون مقعد الظلم، زين في الخطية اكتر. المتجعون على اسرة من العاج، والمتمددون على فرشهم، والاكلون خرافا من الغنم، وعجولا من وسط الصيرة، الصيرة اللي هي المعلف، مريحين الجسد وعمالين تعلفوه كويس وعايزين نحقق رغبات الجسد، مهتمين بالعلبة وناسيين الجوهرة. اذا كان في راحة خاطئة كاذبة هم عايشينها، وفي غباوة روحية بانهم بيتناسوا اليوم الروحي، يوم الدينونة، وعمالين يزيدوا في التلذذ اكتر علشان ينسيهم يوم الدينونة، طب التنعم اللي انتوا عايشينه ده تنعم خاطئ. المتنعمة ماتت وهي حية. ده حتى بيحولوا الدين مجال لإشباع الذات والرغبات. كل علاقتهم بالدين وبالكنيسة وبربنا هي إشباع ذواتهم ورغباتهم. تحقق لي الصلبة الجسدية الفلانية، والموضوع الجسدي الفلاني، وشبع الشهوة الفلانية. هي دي كل اللي يعرفوه من الدين، ان هم يروحوا يطلبوا شوية طلبات من ربنا. الهاذرون مع صوت الرباب، والمخترعون لانفسهم آلات الغناء كداود. هم شافوا داود عمال يرنم على القيصارة، فبيقلدوا داود، لكن مش بيقلدوا عبادة داود، بيقلدوا غناء مين؟ شكلية. عشان كده يسميهم الهاذرون. الاغاني الروحية بيغنوها، لكن بيغنوها مش للعبادة، بيغنوها للسخرية. عارفين زي ما احنا مثلا نلاقي ترتيلة ونروح محورين الكلمات بتاعتها عشان نضحك ونستهزأ بالاوضاع. اسمنا بنرتل، لكن بنرتل سخرية. الهاذرون آلات الغناء كداود، الشاربون من كؤوس الخمر. والكلمة الكؤوس في العبرية سلطانية، مش بس كأس، ده سلطانية، بيشربوا من عمالين يترعوا من الخمر.
والذين يدهنون بأفضل الآن، عمالين يحطوا أدهن الأدهان والريحات، زي الإنسان اللي بيهتم بجسده ويهتم بالموضة، يلبسه إيه ويأكله إيه وإيه آخر صيحة، ويروح مشاوير ويلف في الأسواق عشان يشوف آخر موضة ويجيب لبس وأفخر الثياب ويزين نفسه، لكن يزعل قوي لو إن هو ابتدى يدي الروح شوية وقوف في الصلاة أو شوية جهاد روحي، لكن ممكن يلف البلد كلها 10 ساعات على رجليه عشان يجيب قميص يزين بيه الجسد. اه من الناس اللي بتزين الجسد، لكن هم عراه روحيا، روحهم مش مفطورة بحاجة. يتنعمون بافضل الاثمان، يحطوا اجمل ريحات في العالم واجمل برفانات، لكن مش ممكن البرفانات دي تغطي على نتانة الخطية اللي بتفوح من الانسان. ولا يختمون على انسحاق يوسف. اذا كان حولنا الدين لمجال لاشباع الشهوات زي ما يقولوا الاباء تعبير لطيف، رخاء الجسد معناه رخاوة الروح، يعني تدي للجسد رخاء على طول الروح تحصل لها ايه؟ رخاوة. واول ما تحصل رخاوة في الروح تحصل اساوة في القلب، ما تحسش باللي حواليك. لا يختمون على انسحاق يوسف، بتخلي قلب الانسان حجر مش داري، عمال يتلذذ لانه باصص لذاته ومش شايف الناس اللي عمالة تضيع واللي عمالة تهلك واللي عمالة تروح في الرجلين. لذلك الان يسبون في اول المسبيين، الدينونة هتاخد اول الناس، هم الناس المترفين المستريحين استراحة خاطئة. ويدول صباح المتمددين، اللي تمدد على السرير وفاكر الدنيا لسه ليل، خلاص صياح اسف. اعتقدوا ان الله فخور بشعبه وان الله فرحان بيهم، عشان كده الامور الاقتصادية اللي حواليهم في رخاء وفي غنى، بينما في واقع الامر الله ما كانش مسرور بيهم نهائي. اصل ساعات الواحد كده يحس يعني ان طالما ظروفه المادية متحسنة والاسرية متحسنة والاجتماعية متحسنة، يعني ده معناه ان الله راضي عنه اطلاقا. شعب اسرائيل كانت الظروف عندهم كلها تدعو للمسرة، لكن الله كان غير راضي عنهم اطلاقا. تفتكرش يعني ان الامور مستقرة حواليك ان انت كويس يعني وربنا راضي عنك، ده ربنا بيديك فرصة علشان انت هتتصرف ازاي تجاهه. لولا ان ربنا فرحان بينا، لولا ان احنا نجحنا، مين قال ان النجاح بتاعكم ده نجاح حقيقي؟ فقد اقسم السيد الرب بنفسه، يقول الرب اله الجنود، اني اكره عظمة يعقوب وابغض قصوره. اصل اسرائيل دلوقتي كانت وصلت لحاجة عظيمة جدا، استقرار وملك منتصر والناس تجرت وكسبت. قال ربنا عظمة يعقوب دي اكرهها وابغض قصوره. لما كانوا معايا في الخيام عايشين كان افضل، ولما كنت انا عايش معاهم في خيمة كان احسن بكتير. فاسلم المدينة وملأها، فيكون اذ بقى 10 رجال في بيت واحد انهم يموتون. المدينة وملأها، فيكون اذ بقى 10 رجال في بيت واحد انهم يموتون. ورقم 10 ده رقم الكمال، كل الموت هيسري عليه الدينونة. واذ حمل احد عمه، اصل عمه ده لا ليه ابن ولا ليه اخ، فقد الكل، فعشان كده لجأ لابن اخوه. ومحرقة ليخرج العظام، مفيش وقت حتى ان هو يدفن، عشان كده بيحرقوا كل الجثث من البيت. وقال لمن هو في جوانب البيت، واحد تاني بيفتش معاه، عندك بعد؟ في حد لسه باقي؟ يقول ليس بعد، مفيش حد، كله خلص. فيقول اسكت. طب اسكت يحسن ربنا يسمعنا وياخدنا احنا ايه بالمرة. فيقول اسكت لانه لا يذكر اسم الرب. عايزين يستخبوا من ربنا، وكأنه حاسين ان ممكن ده يفوت من عليهم، لانه هذا الرب يأمر فيضرب البيت الكبير ردما، بيت الغني يردمه،
والبيت الصغير ايضا شقوقا يهد الكل، لان محدش هيقدر ينجو من الدينونة، لا غني ولا فقير، لكن اللي هيقدر ينجو من الدينونة هو الانسان اللي ليه حياة مع ربنا، حياة صحيحة. فلتركض الخيل على الصخر، ممكن خيل فرسة تجري على صخر؟ ما تقدرش تجري، ليه؟ تتزحلق. او يحرس عليه بالبقر، البقر ما يقدرش يحرس صخر لكن محتاج لتربة. حتى حولتم الحق سنا وثمر البر افسنتينا. اذا كان قلبي وصل للقساوة زي الصخر فمش هينفعش، مش هينفع نتزرع فيه انه يحرس. انتم الفرحون بالبطل القائلون اليس بقوتنا اتخذنا لانفسنا قرون. في فرح باطل الناس عايشة فيه، فرح بيقنعوا نفسهم ان هم فرحانين، لكن هذا فرح باطل لانه فرح بالبطل بالفساد. فاكر لما يروح يعمل الخطية ويعيش ويمتع مزاجه انه كده فرح، لكن ده فرح باطل ما بيدومش، فرح ينقلب الى حزن. لاني ها انا ذا اقيم عليكم يا بيت اسرائيل يقول الرب اله الجنود، امة فيضايقونكم من مدخل حماه الى وادي العربة. يعني هتاخد من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. كان فعلا ابتدى عاموس بقى يعلن كده بمنتهى الوضوح ان اشور هيشيل كل المنطقة دهية. وده فعلا اللي حصل تاريخيا، ان بعد 50 سنة من نبوة عاموس كانت السامرة والمملكة الشمالية اتمحت تماما من الارض ولم يكن لها قائمة مرة اخرى. قد نشعر في بعض الاحيان ان الكلام صعب او الكلام قاسي، لكن هذا التوبيخ كان محتاجينه عشان يفوقوا. وده اللي هتلاقوه في الاخر، ان في بعض الناس صدقت عاموس وفاقت، زي ما بولس الرسول بيعبر تعبير لطيف قوي ويتكلم الناس بشدة ويقول لهم انا بكلمكم بشدة لكي تستفيقوا من فخ ابليس، عشان تفوقوا وتنجوا من الفخ، لان ابليس ناصب فخ وعايز كل الناس ما تبقاش فايقة عشان تقع فيه. فاكرين الفخ هل يرفع من الارض فخ وهو لم يمسك شيء؟ مش ممكن. لكن احنا امتى الفخ بالنسبة لنا ينكسر؟ الفخ انكسر ونحن انفلتنا. ينجيك من فخ الصياد لما نستفيق من فخ ابليس. عشان كده في اخر اصحاح هيبتدي يتكلم عن اولئك الذين استفاقوا وكان ليهم وعد جميل جدا جدا بانهم ليهم وجود وليهم مسيرة امام الله. عشان كده لابد وان كان يستلزم ان احنا نراجع نفسينا بمرارة مرات كتيرة، فده مطلوب، لان اسرائيل فضل يسمع نبوات كتيرة وتحذيرات كتيرة لكن ما استفقش من الفخ فوقع فيه. عشان كده ربنا بيكرر معانا كلام كتير جدا عشان احنا نفوق او نستفيق من فخ ابليس فما يقدرش ان هو يمسكنا. لكن النفس اللي هتغلب وتنتصر فيه، مش مفيش فيه. والوصول لهذا الوضع سهل جدا، ربنا بيقول عليا، ده اللي هيبتدي يعلنه من خلال الرؤى اللي جاية. عشان كده هنشوف من اول اصحاح 7 ابتدى يعلن عنه شوية رؤى شافها وايه معنى الرؤى ده، هي ده اللي احنا هنكمله بعد الظهر ان شاء الله.